عدل؟ عدل. بسألك كم سؤال، شنو صار ذيك الليلة؟ فيك متوترة؟ مو متوترة. الاسم؟ بيبي. بيبي شنو؟ بيبي راشد الماثر. متزوجة؟ محقق ناصر، شو الأسئلة؟ ما يخالف جاوبين على قد السؤال، متزوجة؟ متزوجة وعندي بنت. كم أخو وكم أخت لك؟ أخوي طلال وشيخ أختي. والوالدة؟ توفت من زمان الله يرحمها. الله يرحمها. جزاك الله خير. متى آخر مرة شفتي فيها الوالد؟ بالنادي. ليش بالنادي؟ حفل زواج أخوي طلال. من المضيعة غنيمة. وليش سويتوا بالنادي؟ ليش ما سويتوا بالبيت؟ هذه أمور خاصة ما أحب أتكلم فيها. ما يخالف بيبي، جاوبين على قد السؤال. في أشياء أمنعتنا إن إحنا نسوي الحفل بالبيت. بين الوالد وطلال عدل؟ زين، آخر مرة شفتي فيها الوالد شلون كان؟ يعني متوتر، سعيد، متضايق، حزين؟ لأن بعد فترة قصيرة شفنا الكلام كله المكتوب عنه بالجرايد. الكلام هذا كله كذب. ما يخالف بيبي، قلت لك لآخر مرة جاوبيني على قد السؤال. سمعت أبوي نفس الثلج. بس أبوي يومها كان عادي. يعني مو سعيد، مو حزين، ما يكلم أحد. بلا بلا بلا، كان يكلم واحدة جاية مع غنيمة يارتها اسمها نعمة. وما قالت وين بيروح؟ لا ما قالي. ولا عرفتي شنو قال حق نعمة؟ ما مداني أسئلة، الليلة كانت وايد طويلة. أرجوك محقق ناصر، أنا ترى أعصابي وايد تلفت من اللي صار. ما يخالف بيبي، ممكن أي معلومة منك تساعدنا عن مكان الوالد، خصوصا النوع من القضايا لما الواحد يطلع من بيتهم وأهله ما يدرون عنه. عمي مو ياهل صغير متغيب، ريال عود وفاهم وواعي. لكن عموما احنا بنساعدكم باللي نقدر عليه. مثل ما قلت لك اخوي سالم، احنا لازم نسال الاسئله هذه عشان اعرف شنو صار ذيك الليله. وانا مقدر هالموقف، وقلت لك انا عين وعاون. ومثل ما حكيت حق الاستاذ ابراهيم وقلت له انا راح اساعدكم بكل شيء، هذا انا اقول لك اياها. احنا ان شاء الله من باكر بنفتح المحلات وتقدرون تمرون تاخذون اللي تبونه، اما الحين يا ليت تعذرنا. ماشي، مشكورين ما قصرتوا، واي معلومه جديده تطري على بالكم يا ليت بذل. حياك الله. اي والنعم. شنو قلتي له؟ سالم اللي يسلمك. انا ما ادري ابوي حي ولا ميت، فكني من اسئلتك. سمعوني، ابي دوري اني 24 ساعة، واي شيء يصير تبلغوني. شلون الجماعة؟ شلون الجماعة ها؟ انت ليش ما قلت لك متفق مع سالم؟ ليش خليتني ادخل واحقق معاهم؟ اهدى اهدى يا ناصر، ما يحتاج علمك. انت تقول شيء وانا اقول شيء عشان ما حد يلاحظ تحركاتنا. اي يا اخي بلغني، فهمني بالاول، لا تطلعني مدمغ قدام العالم. وين رايح؟ المخفر. بس حياتك وشغلك كله بالشغل كذي وبالمخفر؟ ما يصير ما يصير يا ناصر، الحياة كذي بتسبقك، ما تقدر تعيش. انا اصلا ما اعرف اعيش. زين اذا صار شيء بلغني.